احنا لين الحين ما اتفقنا اي شركه، بس سالنا عنه في السوق، واعتقد هذا من حقنا. واحنا بعد من حقنا نعرف ليش قاعد تدورون على شركه ثانيه. وياك حق، بس لين الحين انا ما شفت اي تطور في المشروع. عدل كلامك، بس احنا صار عندنا مشكله صغيره عشان جيت طرنا نتاخر. وبعدين اذا فكرتوا تاخذون التصميم هذا وتدونه حق شركه ثانيه، اكيد ما راح تستخدمون تصاميمنا لانه مو من حقكم. وهالشيء راح يخليكم تبدون من الصفر وتحتاجون على الاقل 3-4 شهور. اكيد فكرتوا بهالنقطه. احنا فكرنا وايد، بس سؤالي لكم، بتستمرون في المشروع بنفس البطء اللي انتم فيه؟ انت تعرف شغلنا من قبل وسبق وتعاملنا مع بعض. احنا عمرنا ما تاخرنا على احد، بس هالمره مرينا بظروف صعبه وان شاء الله بتنحل. صحيح صحيح. انزين، اضمن ان كل شيء بيكون مثل ما كان، بس على شرط المشروع يكون اسرع من قبل. اوعدك بيكون اسرع اذا ماكو شيء ثاني. لا بس نبغي التصاميم في خلال شهر بالكثير. خلاص ان شاء الله خلال شهر كل شيء بيكون عندك. انزين مشكورين، واسمحوا لي انا بسير عنكم. تسلم. مشكور، ما قصرت. مع السلامة. طارق، ولي سلمك، كلم المهندس سعود وحطه بالصورة. ان شاء الله. حنين. نعم. ابيك موضوع ضروري وخاص. يعني وايد مهم؟ بالنسبة لي وايد مهم وخاص. زين، نقدر نتكلم فيه بحفلة؟ خلاص ماشي. خلاص اوكي. سجل لك مرتين. مرتين تسوينها فيني؟ لا جد برافو. وانا ما حد سواها فيني. تهددني بعمليات اختلاسيه وملفات وحسابات. زين على فكره، اذا تعتقدين ان انا ما عندي نسخه ثانيه فانت راح تكونين وايد غلطانه. مو مهم. حتى لو عندك نسخه ثانيه مو سائله عنها. سوي اللي تبي. بيصير اللي ابي اكيد، بس بالوقت اللي انا ابي. حلو. وكان زين لو تستعين. لأنا ما عندك وقت كافي. والله أنت باكيني. ليش ما عندي وقت كافي؟ عشان تنكشف وتنفضح قدام عبد الله وبنته. شلون كذي زين؟ أنا وأنت بس اللي ندري عن خطتك. بس بكل سهولة أروح حق عبد الله وبنته وأقول لهم شلون أنت كنت تحاول تبين حق عبد الله إن حنين إنسانة فاشلة وإنك جبت لها مهندس معماري مبتدئ عشان تبين لهم إنه حنين مو كافو الشغل. وعقب لما دريت ان حنين ويوسف يحبون بعض، شلون حاولت ايضا تثبت ان يوسف انسان فاشل وكنت ابي طلعه برا الشركه عشان تستولي على الاولي والتالي، وبكذي تكمل خطتك وتتزوج حنين وتستولي على اموال ابوها. زين لما تروحين وتبين تقولين هالحكي لازم يكون عندك اثبات وادله، لان كذي ما حد راح يصدقك. لازم يكون عندك اثبات وادله. عندي التسجيل اللي راح اسمعك اياه سجلته من السي دي اللي دليتنا فيه اليوم اللي سجلت عليك فيها اول نقطه يوم خدرتك. اللي صاير من خطتي اللي انا قاعد ارسمها قاعد اضيع من ايدي وانا واقف متفرج بس. حنين ويوسف يوم عن يوم علاقتهم قاعد تزيد ببعض، والخطه اللي انا كنت راسمها اني اتزوج حنين هم قاعد تضيع من ايدي. تحط بالي اني انا اتزوجها تصير خاتم بصوي هي وابوها، ملايين ابوها بتروح غير وانا واقف واقف ما بالبيت شيء. تدرين بس 5 اشهر، احتاج 5 اشهر بس بعد الزواج اسجل الشركه باسمي عقبها مع السلامه. اللي صاير ان الابو مريض يبي له يوم يومين يودع، وانا ما ابي يودع بهالحزه.
أبي يتم موجود لأن أكثر واحد بيساعدني إن أنا أتزوج حليم. يكفيك هذا. طبعاً الباقي كنت بسابع نوم. والظاهر نسيت إن الكاميرا كانت تسجل طول الوقت. والله تعلمتك. صرت شاطرة والله. تلميذتك تتوقع اني ما اتطور؟ زين وانت جاية تهدديني بهالتسجيل ولا جاية تقولي لا تلعب معي مثل ما انا هددتك وقلت لك؟ طارق مو انا اللي انكر العشرة، صح انك انت تغيرت علي وقمت ما تصدقني وكله تشذبني، كرهتني، اهنتني، عاملتني بكسوة، لكن رغم كل هذا أنا جاي أقول لك خل نترك كل شيء ورانا ونهاجر. هاجر؟ نهاجر وين؟ نهاجر نروح أي ديرة. شوف طارق أنا بعد يومين راح تجيني فلوس، صح هي مو كثر أحلامك وأموال عبد الله وبنتها، لكن فلوس تكفي إنها تعيشنا بعزة وكرامة. من وين هالفلوس؟ راح أقول لك بس مو الحين، أهم شيء الحين توافق على اللي أنا قلته. يوسف خلاص، يوسف أنا خلاص قدرت أتحكم فيه، وحنين خلاص ما تبي يوسف، حين هي تقولي لي نهاجر لا أنسي، ما هاجر لين أوصل للي أنا أبي. أنت شفيك صح يا ولا بينونة؟ طارق اللي يحب عمره ما يكره، أنت مصدق إن حنين تكره يوسف ولا يوسف ممكن يكره حنين؟ هم الاثنين قاعدين يدورون ويبون يصلون للصدق، يدورون على الحقيقة، وفي يوم من الأيام راح يكشفون كل شيء وراح تنكشف أنت بعد. إيش قصدك إن ننكشف؟ أنت ناوية تقولي لهم شيء؟ ترى هذا الشايب اللي تقول عنه وحنين مو ناس أغبية، مثل ما أنت كشفت أبوي راح يجي اليوم اللي هم يكشفونك ويكشفوني ويكشفون أبوي بعد، فعشان كذي أقول لك خلنا نروح قبل يفوت الفوت. كلامك واللي سويتيه فيني خربط لي كل حساباتي، انا ما بفكر ولا شيء ولا راح افكر. تخلص حفله اليوم بعدها يصير خير، نتفق على كل شيء بس انا ما اثق فيك. خلاص اموت الاول، شو يضمن مني ان انت ما ترجعين وتسوين فيني نفس الحركات مره ثانيه، خصوصا عقب سالفه امس؟ عشان ابين لك ان نيتي طيبه تفضل، هذه أوراق أبوي كلها. والتسجيل؟ راح تاخذه بالطيارة. إذا بغيت شيء أنا موجودة. شاك بأحد ممكن يسوي كذي؟ اي والله بس ما ادري ايش يستفيدون من هالشيء هذا. اللي صار ترى عقوبته سجن. لا لا انا ما ابي سجن ولا شيء، بس لو سمحت الغي العقد هذا. لا ما في شيء اسمه بلغي العقد، العقد اساسا مزور ومش مسجل بالكمبيوتر، يعني مجرد ورقه. بس هم مسوين تواقع بالضبط نفس تواقعنا. لا تخاف، اول شيء بسوي مقارنه بين توقيعك وتوقيع المزور، وهذه جربت تاخذها يومين او ثلاث ايام. يعني ما في امل نتيجه تطلع اليوم؟ لا يبالها وقت. يلا يعطيك العافيه مشكور. الله يعافيك. مع السلامه. يا مرحبا.
اكيد عندهم احد بالمحكمه عشان كذا يقدروا يزورون العقد. ان شاء الله تنحل هالسالفه ونخلص منها. الزمن صاير يخوف. هاي تدري شو معقدني؟ اموت واعرف شلون قدروا يوصلون حق البطايق، يعني بطاقتي انا ما يخالف. انت شلون قدروا يطلعون بطاقتك؟ الظاهر سووا نسخه عليها. شلون؟ انا كنت اروح عند شهد، ما كنت اروح مكان ثاني الا بيت شهد. طارق تعالي تعالي. لحظه وين رايح؟ امشي معاي. يوسف اصبر شوي، اخاف اللي قاعد تسويه غلط. خليهم، انا بحسسهم ان انا كاشف كل الاعيبهم وسوالفهم هذه ما تطوف علي. لحظه لحظه، سعود سعود اللي سمعته ترى مو صحيح. لو سمحتي ما أنا داعي لهالحشد قدام الناس. سعود والله العظيم مو صدق، انا مو من زوجة يوسف. ليه سويتي فيني كذي؟ ايش فيك صاير؟ ردي علي، ليه سويتي فيني كذي؟ قولي العظيم حكي هني. انت مو صح. ليش سويت العقد بيني وبين فرح؟ تعجب عندك ما ادري. قول بس خلاص. اذا انتم تعرفون شيء روحوا اسالوا محمد. طارق ما له شغل. محمد شكو. تعجب محمد شكو بالموضوع. يوسف تقدرون تفضلون. يلا فرح. شهدت علي. يلا تحكي تحكي، قولي محمد شو مسوي؟ صدقيني استاذ حنين انا ما اعرف عن اي شيء، بس هو استاذ محمد اعطاني عقد الزواج وقال لي اخليه على مكتبك، وانا نفذت اوامر، وحتى طارق ترى ما له شغل. وليش اعطاك انت العقد؟ ليش ما اعطاه السكرتيره؟ ما ادري ليش هو اعطاني انا بالذات، ويمكن ما لقى السكرتيره ولقاني انا بويها، ما ادري. هذا كل شيء تعرفينه؟ زين ما ابي محمد يعرف ولا شيء بالموضوع، وقولي حق طارق هم بعد لا يقول له. ان شاء الله. يلا روحي. حاضر. أخذ شاور وارتاح. أنا ببدل ملابسي وأجي لك. إيش فيك؟ أنا رايح مش مرة واجد. وين بتروح؟ بعدين أقول لك. يوسف حط بالك على نفسك.
خلف انا ما ابي اسوي عيد ميلاد لكن البنت هذه عنيده قالت الا اسوي لك عيد ميلاد تدري هذه دلوعه ابوها انا ما اقدر ارفض لها طلب هذه الغاليه شكوري بالله يسلمك الله يخليها لك الله يحفظك يا ابو خلف اشكر حياك حياك ايش تبي داخل تبي برا تبي هناك في الحوض كيف مرحبا يا طارق مرحبا شلونك حياك حياك سلام يا هلا تفضل ايش حيودون الو هلا سلوى انت وين تحت يلا يا جايش مع السلامه هلا يوسف خير شايبك انت ايش حق زورت عقد الزواج ايش تبي فيني هي عقد ايش قاعد تحكي عنه انت شوف محمد ترى انا طول عمري محترمك وعمري ما غلطت عليك بس الموضوع هني تغير قول لي اخلص يوسف يبا ايش فيك هدي ترى انت مثل ولدي بتحكي ولا شلون العقد اللي وصلك ووصل حنين قدر يوصل له بمعارفه تدري انت معارفه وايد يعني قال لي واصله وخل حنين تشوفه طبعا انا ما كنت اقول له ما اقدر حاولت امنعه بس ما قدرت من هذا؟ العم عبد الله انت عارف هو ما يبيك تتزوج بنته ماشي مصيري اعرف من اللي مزور العقد الو لو سمحت اكلم احمد فنش ليش ومتى الو 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 هلا اقدر اكلمك ابو عشا زين خلينا نتكلم داخل. يلا. تعالي زين العبر عنك. سمعيني زين. دشين داخل تلقين العب عبد الله. تبي شويه دلع عني ها؟ من عيوني. يلا. تفضل بدون فضلك شنو الموضوع اللي كنت بتكلمني فيه؟ ابيك بسالفه وابيك تجاوبيني بصراحه تفضل طبعا انتم تعرفوني من اول وتعرفون هذه وابوك يحبني ويعني الكل طارق تجيب الموضوع على طول من غير مقدمات السالفه تخص المشروع؟ لا تتزوجيني؟ كلفتي على نفسك يا سلوى الله يهداك مشكورة انك جيتي الحفلة يشرفني اني احضر حفلة عيد ميلادك يا استاذ زين انت قولي لي اول مرة تحضرين عيد ميلاد واحد شايب شايب انت للحين شباب رحتي ولا لا رحت بس مرة واحدة وكان بسبب الدوام القديم رحتي على شان الدوام القديم
والحين جيتي علشان الدوام الجديد. لا والله مو بهذا قصدي. على العموم انا ما احب هالسوالف، بس بنتي حنين اغصبتني وانا ما اقدر ارفض لها الطلب الغاليه هذه. انا وايد مستانسه لاني حضرت عيد ميلادك، وبعدين منو قال انك انت شايب؟ انت للحين شباب. ايه هذا الكلام اللي يرد الروح. جايبت لي عاد هديه، ان شاء الله بس هديه ثمينه. خلاص عاد ما اقدر انطر اكثر من كذي. انا اسفه وايد طارق، احنا تكلمنا بالموضوع هذا من قبل، انت تستاهل بنية احسن مني. احسن مني. سويتيها شاد. انا ابوي مستحيل يسوي كذي. انت قاعد تكذب. ابوك اللي كذاب. كذب علي وكذب على الكل. انا كلش ما قاعد اكذب عليك. انت كذاب. وايد قاعد تشوفين ابوك بطريقه مثاليه. قاعد تشوفينه بطريقه انت حبتها. ما زلتي رايح شلون ابوك وصل لهالمواصيل؟ لو سمحت ما بسمع منك ولا كلمه. انت قاعد تقول كذي لاني رفضتك. أبوي مستحيل يسوي كذي. أبوك نصاب وكذاب. خلاص انتهى الموضوع. ما تبين تتزوجيني؟ لا. راح تتزوجيني غصبا عليك. والله لو أموت ما آخذك. إذا حابة أن أبوك يعيش لازم تتزوجيني. أنت واحد نذل وحقير. أني نذل ولا حقير. أنا واحد مسكين وبسيط. طاحت بيده أوراق وعرف يستغلها صح. راح تتزوجيني وغصبا عليك. ولا هالاوراق هذه اطلع من هني على طول على مخفر الشرطه. تبين تخلينهم عندك خليهم عندك، عندي وايد منهم بالبيت. وعد ابوك ما راح يموت. راح يخيس بالسجن، راح يتعفن. تتزوجيني يعني بتتزوجيني وغصبا عليك. ليش قاعد تسوي كذي؟ هذه ذات ابوي اللي كبرك رباك؟ بلا هدرة زايدة، خلاص عاد. تتزوجيني ولا نروح نشتري المضاعة حق ابوك من المخفر. ردي يا شاهد ردي. محمد. هلا هلا عمي هلا. شو تسوي لي؟ والله ماكو شيء، بس شويه حسيت بدوخه قلت اريح. لا ما تشوف شر. الشر ما يجيك بعد. تدري عمي كبرنا راحت علينا. راحت ايام الشباب. اش لا حد يسمعك، لا تقول كبرنا. حيل انا ايش اقول؟ حتى لو كبرنا حيشوف لك واحده بنت حلوه صغيره تزوجها ترد عافيتك. اي دام السالفه كذي اي. جميله والله، بلا مره حلوه وصغيره. قلت تعال عمي على طار المره، شلون البنيه سلوى؟ حساها زينه. لا اخ خوش بنيه، خوش بنيه وراكده ما شاء الله وزينه وحلوه يعني. خلاص عيل دام كذي عزم ولا اسوي لك ذاك العرس اللي خلي العالم كله يتكلم عنه. اي عرس يا محمد الله يهداك، كبرنا على هالسوالف. اذا بتزوج بتزوج سكيتي، لا من شاف ولا من دري. تعال الحين مش خلنا نعطيك حبوب على الدوخة. لا خلاص عمي الحمد لله صار زين. يا ريال تعال عشان ما تدوخ علي مرة ثانية. امشي.
الله يخليك طارق، لا تسوي كذي. شو تسوون هني؟ اكيد تسولفون عن المشروع. عمك انت بيك موضوع وسالفه وايد راح تهمك. يبا طارق، قصده ان المشروع ان شاء الله بنستلم تصاميمه خلال 3 أسابيع أو 4. زين حلو، شدوا حيلكم. انا وطارق كنا قاعد نسولف بالموضوع، ان شاء الله نشد حيلنا. صح، الله يعطيكم العافيه، بس الحين مو وقت شغل، عيد ميلادي والمعازيم تحت. يلا تفضلوا، خلينا نروح تحت. يلا سامر، ان شاء الله. أنا أعطيك حبوب، هذا مال اللي مال الدوخه، انت كله ضغط فيك ما يشوف. تحت تحت. أنت تدري إن أبوي مريض؟ شنو؟ ما عندك إحساس؟ ما عندك ضمير؟ حتى طارق تحتى. نذل وحقير. نذل عقير، نذل. خلاص خف عليك، كل مكان طلعت لك، كل مكان اطلع لك، يمين يسار فوق تحت، خلاص. شنو؟ بليس؟ انت بليس؟ ساعات نتنافس على اللقب انا وياه، مره ينادون طارق، مره ينادون بليس. انا اقول بدل لا تقعدين تقطين حكي وايد، تروحين وتفكرين بالموضوع هذا. منها عشان لا تضيعين وقتك، كل شوي سابتني، كل شوي غالطه علي. ومنها عشان نخلص الموضوع بسرعه. طارق حرام عليك. أنا أبوي مريض، من شنو ما تفهم؟ خلاص عاد لو احتجبتي أبوي مريض، أبوي مريض، بس ناقص تقولي بقرة ما أنا داخل بلاد موت. خلاص بكينا. عندك حل من الاثنين، يا تتزوجين يا تروحين تودعين أبوك. عاد تخيلي شكله بالسجن. تلاقين يلبسونه أبيض وأسود نفس الببايات، ولا يعطونه أحمر أزرق، ما أدري والله، يكسر خاطري والله. خلاص الحكي. أبي الرد بأسرع وقت. شكرا. أبو خلف بنايف إن شاء الله نستهزين. أقول لك الخير، العم عبد الله كنا دايب فيك. ها كنا بيقول منو هذه؟ كنا بيقول هذه البنت الحلال اللي أبيها. اي أدري. أبيك شوية زيدين الحب والعشق والدلع كذي. ها هو لقى دلال مثل دلالي؟ يلا هذا نطمح دلال مثل دلالي. سمعيني زين، هذا الخير والحلال كله إن شاء الله بيصير لك ولي. سمعتيني؟ أنت شخصيت ليش ولي، يعني نص بالنص. هذا كله بفضل جهودك أنت وشهر. يا أبل لندن بقت زحمة كتير، باريس أهدى، ما إنك زرتي البلدين أستاذة حنين، إيه رأيك فيهم؟ شوفي صدق، لندن غير، لندن بلد بزنس، الناس يقول لها الحين أنت عبالك اللي سويته صح. إيه صح، إيه صح، كلها كم يوم تشوفينهم خاتم، خاتم دين. ولا مو بوك؟ لا يا بابا، أبوي مو مثل ما أنت تعتقد، ولا يمكن يرضى بهالشيء. وهو مستحيل يظل تحت رحمة أحد، ممكن يسوي نفسه غبي لكن ما يخسر. لا هذاك أول، الحين ما يقدر، قبل كان يقدر بالطاولة فوق راسي، لكن الحين تغير كل شيء. بعدين أنا أبوك كلش مهمني، أنا اللي أبيهم حنين وعبد الله، هذول اللي حاطهم ببالي، والأوراق بيدي، أقدر أسوي فيها اللي أبي. عيال خلني أقول لك معلومة عن الأوراق اللي شاد ظهرك فيها. الأوراق هذه مزورة،
أي شيء؟ شنو المزورة؟ أنا راح أقول لك. أبوي سوى كل هذه الأوراق تحت شركة عبد الله، وعبد الله ما يدري عن أي شيء، وسوى له كذي بزنس صغير، وسوى عقود وصفقات مع ناس يسوون عبد الله واشتراهم بفلوسه. وطبعاً الأوراق هذه ما راح تضر أحد غير أبوي إذا طاحت بيد عبد الله. والعقود والصفقات والأوراق اللي عبد الله شغال عليهم مع الشركات الأجنبية كلها عقود قانونية 100%، ما فيها أي شيء. ليش ما قلتي لي من الأول؟ ليش؟ طارق، الحين مو وقت عتاب. أنا قاعد أقولك عشان أخليك بالصورة، وعشان تعرف اللي سويته مع حنين غلط. أنت كذي عقدت الأمور أكثر. شلون يعني؟ أنت قبل كنت شاك بإحساس حنين اتجاهي، لكن الحين لو تموت ما راح تقبل فيك. هذا كلامك صح. إيش تبيني أسوي؟ صرت لها كل شيء، صرت لها عنتر، صرت لها روميو، جيت لها بالليل، جيت لها بالشغل، سويت كل شيء، ما نفع بها ولا شيء. عموما هي الحين تعتقد ان الاوراق اللي موجوده معاي الدين ابوها وتدخل السجن على طول. خليهم على عماهم وخلي كل الامور تمشي طبيعيه، وخلال اسبوعين هيكونوا خاتم صبعي، هيكونوا بالمخبأ. بس صبرك علي، انا راح انصحك نصيحه واتمنى تفهمها. حياة، عسى ما شري يما. اليوم ما شفتك، متضايق شوي يما، وما ابي اضيق خلقك معي. أدري يما أنك متضايق وقلبك يعورك لأنها ما وثقت فيك، صح؟ والله ما أدري، اليوم فكرة وفكرة براسي. بس في واحدة عندنا بالدوام تقول أن محمد هو اللي مزور العقد. أدري بكل شيء، فرح قالت لي. إيه بس أنا رحت حق محمد وقال لي ان ابو حنين هو السبب بكل اللي قاعد يصير.